بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم على منصتكم ومنصة البث المباشر لتدريس حصص الكيمياء. ما زلنا يا ولادي في الباب الثاني في الكيمياء الكمية، تمام؟ وهناخد النهاردة إن شاء الله بداية الفصل الثاني اللي هو حساب الصيغة الكيميائية. على بركة الله نبتدي يا حبايبي. أول حاجة هنبتدي بيها النسبة المئوية الكتلية. يعني إيه النسبة المئوية؟ يعني أنت وأصحابك مثلاً 10، لو غاب منكم 2، كنتوا رايحين في مكان في رحلة أنتوا 10 وغاب منكم 2، وأنا سألتك نسبة الغياب كام في المية؟ طب ده إحنا 10 يا مس. لا، أنا بسألك النسبة المئوية للغياب، يعني هتعتبروا 10 دول 100 واتنين غابوا، أجيب نسبة الغياب بالنسبة المئوية إزاي؟ هنحط 2 على 10 ونضرب في 100، يعني الجزء على الكل في 100. يعني إيه النسبة المئوية الكتلية؟ قال لي يعني عدد وحدات الجزء بالنسبة لكل 100 وحدة كتلية من الكل. يعني النسبة المئوية الكتلية اللي إحنا هناخدها، إحنا بناخد حساب كمي، يعني حساب كميات وحساب صيغة كيميائية. طيب تمام، أنا لو طلبت منك نسبة عنصر في مركب هتجيبها إزاي؟ النسبة المئوية الكتلية. طيب النسبة المئوية الكتلية يا مس هي عدد وحدات الجزء بالنسبة لكل 100 وحدة من الكل. طب تعالوا نتعرف مع بعض إزاي نوجد النسبة المئوية الكتلية لأي عنصر في مركب. ما هي الخطوات حساب النسبة المئوية لعنصر في مركب؟ النسبة المئوية للمادة بتساوي كتلة المادة في العينة في 100 على الكتلة الكلية للعينة. طيب هنشوف هنوضح بإيه، بأمثلة. طيب لو المادة دي عبارة عن عنصر موجود في مركب، يا ترى النسبة المئوية للعنصر ده أجيبها إزاي؟ أجيب كتلة العنصر في مول من المركب وأضربها في 100 على الكتلة المولية للمركب. وإحنا حسبنا قبل كده إزاي، أو اتعلمنا قبل كده إزاي نحسب الكتلة المولية للمركب بمجموع كتل الذرات المكونة لهذا المركب. تمام؟ طيب نتعرف بأمثلة أكتر إزاي أحسب النسبة المئوية لعنصر في مركب. قد تكون المركب ده، قد يكون المادة اللي أنا عايز أحسبها دي موجودة في عينة غير نقية. قد يكون العنصر اللي أنا عايز أحسبه موجود في مركب. طب إزاي أحسب له النسبة المئوية؟ إحنا اتفقنا أي نسبة مئوية بحط الجزء على الكل في 100، الجزء اللي هو الصغير على الكبير في 100، الجزء على الكل في 100. يبقى النسبة المئوية للمادة بتساوي كتلة المادة في العينة اللي هي بالنسبة لي الجزء اللي أنا عايز أحسب النسبة المئوية بتاعته على الكتلة الكلية. ساعة ما أنا ما قلت لك إيه 2 على 10 في 100، الغايبين 2 وإحنا كلنا بالغايبين 10، بنضرب بنقسم 2 على 10 وبنضرب في 100، يبقى النسبة المئوية لأي مادة موجودة في عينة بتساوي كتلة المادة في العينة مضروبة في 100 على الكتلة الكلية للعينة. لنفرض إن ده عنصر موجود في مول من مركب. طب كتلة العنصر في مول من المركب بتساوي إيه؟ أقسم كتلة العنصر الموجودة في مول من المركب على الكتلة المولية للمركب ضرب 100، نجيب النسبة المئوية للعنصر. طيب مجموع نسب العناصر المكونة للمركب لابد أن تساوي 100، تمام؟ بيقول لي بقى مثال، يلا نحله مع بعض. بيقول احسب النسبة المئوية لكل عنصر في مركب نترات الأمونيوم. طيب نترات الأمونيوم يا ولاد الصيغة بتاعتها إيه؟ NH4NO3. الصيغة بتاعت نترات الأمونيوم قدامك على الشاشة NH4NO3. ايه العناصر اللي موجوده فيها؟ موجود فيها نيتروجين، موجود فيها هيدروجين، موجود فيها اكسجين. يعني مطلوب من حضرتك ان انت تجيب لي نسبه الاكسجين في العينه في نترات الامونيوم، مطلوب منك ان انت تجيب نسبه النيتروجين ونسبه الهيدروجين. ثلاث عناصر مكونين لهذه الصيغه، انا عايزه نسبه كل مكون، كل عنصر من هذه العناصر نسبته ايه؟ طيب بدايه مش المس قالت جزء على كل في 100؟ طب ما تيجي نحسب الكتلة المولية لنترات الأمونيوم، إحنا اتعلمناها قبل كده ويلا مع بعض. النيتروجين كام ذرة نيتروجين؟ 2 يا مس. طيب النيتروجين الN بكام؟ قدامك الN ب 14، يبقى أنا هضرب الكتلة الذرية للنيتروجين في 2،
يبقى انا كده كتبت النيتروجين، هبدأ عنصر جديد. مين العنصر الجديد اللي هنبدأه؟ الأكسجين. الأكسجين عندي منه كام ذرة؟ 3. والذرة الواحدة كتلتها الذرية كام؟ 16. يبقى هضرب 3 في 16، برافو. هبدأ عنصر جديد أحط علامة زائد. مين اللي فاضل يا ولادي؟ الهيدروجين. طب كام ذرة هيدروجين؟ 4. وذرة الهيدروجين بكام الكتلة الذرية بتاعتها؟ بواحد. تعال احسب لي بقى مجموع كتل الذرات المكونة من نترات الأمونيوم اللي هي بتمثل الكتلة المولية لنترات الأمونيوم. مجموعهم كام؟ 80 جرام بير مول. يعني الكتلة المولية لنترات الأمونيوم 80 جرام بير مول. طيب أنا عايز أحسب إيه بقى؟ النسبة المئوية لكل عنصر في هذا المركب. طيب النسبة المئوية للعنصر بعمل إيه يا ولاد؟ بقسم كتلة العنصر بالجرام في مول من المركب ضرب 100 على الكتلة المولية للمركب. طيب تعالوا نشوف النسبة المئوية للأكسجين. المفروض إن أنا أجيب النسبة المئوية للأكسجين، النسبة المئوية للنيتروجين، النسبة المئوية للهيدروجين. طيب مع بعض تاني. كم أكسجين عندي في المركب؟ تمام 3، برافو. طيب الوحدة بكام؟ 16. يبقى 3 في 16 ضرب 100 على ال 80 يا أولاد اللي احنا لسه حاسبينها. 80 دي تمثل ايه يا مس؟ تمثل الكتلة المولية للمركب كله. يبقى أنا جبت كتلة الأكسجين في مول من المركب اللي هي 3 ذرات أكسجين، كل ذرة في 16، يبقى 3 في 16 ضرب 100 مقسومة على ال 80 اللي هي كتلة مول من نترات الأمونيوم. يا ترى كام النسبة المئوية للأكسجين؟ طلعت ب 60%. طيب النسبة المئوية للنيتروجين، يلا يا ولادي بنعملها ازاي؟ هتقول لي أنا عندي كام نيتروجين في المركب ده؟ عندي 2، والنيتروجين بكام الوحدة؟ ب 14، اضرب 2 في 14 ضرب 100 على الكتلة المولية لنترات الأمونيوم اللي هي برضه 80. النسبة كام؟ 35%. طيب النسبة المئوية للهيدروجين، لو أنا من غير ما أحسبها المفروض تطلع كام؟ ده المس لسه قايله لي ان مجموع النسب بتاعه العناصر كلها لازم يا مس تطلع 100%، مش هو ثلاث عناصر المكونين لهذا المركب؟ تمام. لو انا حسبت النسبه المئويه لعنصرين، مش لو طرحت لو طرحت جمعهم من 100 مش هيديني النسبه المئويه للهيدروجين؟ تمام. عندك 60 و35 يبقوا 95%، فاضل كام في المية؟ 5. يبقى نسبه الهيدروجين المفروض تطلع كام؟ 5. طب ما تيجي نحسبها ونتاكد من الكلام ده. طب انا عندي 4 هيدروجين، 4 في 1 في 100 على 80 هتطلع 5%. يبقى مجموع نسب العناصر المكونه لهذا المركب لازم يا اولاد تطلع 100%. لو ما طلعتش 100% يبقى انا عندي خطوه غلط، اكيد لازم اعيد حساباتي تاني. يبقى النسبه المئويه لكل عنصر في مركب نترات الامونيوم، اول خطوه بنجيبها مع بعض بنجيب الكتلة المولية لنترات الأمونيوم، بجيب الكتلة المولية للمركب. الكتلة المولية بنحسبها إزاي؟ مجموع كتل الذرات المكونة لهذا المول من المركب. طيب الذرات اللي موجودة مين؟ نيتروجين عندي منه 2، يبقى 2 في 14. أبدأ عنصر جديد أحط علامة زائد. الأكسجين عندي منه 3 ذرات، أضرب 3 في 16. زائد الهيدروجين 4، يبقى 4 في 1. الكتلة المولية طلعت 80. وجبنا النسبة المئوية لكل عنصر بكتلة العنصر في المول على الكتلة المولية اللي هي على 80، اداني النسبة المئوية لكل عنصر في مركب نترات الأمونيوم. طيب احسب النسبة المئوية لكل عنصر في مركب حمض الكبريتيك، ومديني الكتل الذرية بتاعت الهيدروجين والكبريت والأكسجين. حبايبي احنا كلنا عارفين ان حمض الكبريتيك صيغته H2SO4. بيتكون هذا المركب من ذرة كبريت كتلتها الذرية 32 زائد، ها ببدأ عنصر جديد أحط علامة زائد عشان في بعض الطلبة بتضرب الكتلة الكتل الذرات في بعضها والإجابة بتطلع خطأ. فأنت حط في اعتبارك دايما إن أنت مجرد ما تبدأ عنصر جديد حط علامة زائد. طيب هنبدأ عنصر جديد اللي هو مين؟ الأكسجين. الأكسجين عندي منه كام ذرة؟ عندي 4. الذرة بكام؟ 16. يبقى 4 في 16. هبدأ عنصر جديد أحط علامة زائد. الهيدروجين بواحد في 2، يبقى الكتلة المولية لحمض الكبريتيك 98 جرام برمول. تمام؟ طيب كم عنصر موجودين إحنا هنحسبهم يا حبايبي؟ كم عنصر؟ كبريت وأكسجين وهيدروجين.
تمام؟ يلا مع بعض، يلا مع بعض نحسب الكتلة المولية للعنصر. الكتلة المولية سوري النسبة المئوية للعنصر بتساوي كتلة العنصر بالجرام في مول من المركب ضرب 100 على الكتلة المولية للمركب. طيب النسبة المئوية للأكسجين، اتفقنا إن الأكسجين أربع ذرات، 4 في 16 64، نقسمها على الكتلة المولية لحمض الكبريتيك ضرب 100، هيديني نسبة الأكسجين الموجودة في حمض الكبريتيك، وهتطلع كام يا ولادي؟ 65.3%. طب النسبة المئوية للكبريت عايز أعرف أعمل إيه يا ولاد؟ قال لي هضرب واحد عشان هي ذرة كبريت، واحدة في الكتلة الذرية للكبريت اللي هي 32 ضرب 100 على كتلة مول من مركب حمض الكبريتيك اللي هي 98، تطلع النسبة المئوية كام؟ 32.7. اجمع لي دول عشان تعرف نسبة الهيدروجين. نسبة الهيدروجين تبقى بكام؟ 2 في 1 في 100 ضرب 100 على 98، تطلع كام في المية يا ولادي؟ تطلع 2%. لو جمعت النسب دي كلها هتطلع يا حبايبي، هتطلع 100% مجموع نسب العناصر المكونة للمركب. لازم مجموع النسب تديك في النهاية 100%. لو انت جمعت النسب بعد ما حليت المسألة ما طلعتهاش 100%، يبقى أكيد عندك غلط، فبتعيد حساباتك تاني. هنتكلم دلوقتي على موضوع جديد اللي اسمه حساب الصيغة الكيميائية. ما أنواع الصيغة الكيميائية؟ قال الصيغة احنا عندنا ثلاث أنواع منها، صيغة أولية وصيغة جزيئية وصيغة بنائية. هندرس لك دلوقتي نوعين بس في الصف الأول، وإن شاء الله ما تطلع الصف الثالث الثانوي هتاخد صيغة ثالثة اسمها الصيغة البنائية. طيب أنواع الصيغ الكيميائية، إيه الصيغة الأولية وإيه الصيغة الجزيئية وإيه الفرق بينهم؟ قال لي الصيغة الأولية لو أنا عندي مركب C3H6، المركب ده لو حبيت أجيب النسبة بين العناصر المكونة للصيغة دي، الكربون هيبقى 3 والهيدروجين 6. طيب اختصر النسب لأبسط صورة هتبقى CH2. طيب CH2 دي تمثل إيه؟ أبسط نسبة عددية لمين؟ للعناصر المكونة لجزيء المركب. يبقى جزيء المركب بعمل النسبة بين العناصر المكونة ذرات العناصر المكونة لهذا المركب، أجيب بها يعني خليها في أبسط صورة، خليها في أبسط صورة عددية، يعني أقسمها على معامل معين قابل القسمة، الاثنين قابلين القسمة عليه. يعني لو C4H8 هنقسم على إيه؟ هقسم على 4 مش كده؟ هتبقى CH2، تمام؟ طيب لو C6H6، طب ما الاثنين يا مس قابلين القسمة على الست، هتبقى الصيغة الأولية بتاعة المركب ده CH بس. طيب الصيغة الأولية أبسط نسبة عددية بين ذرات العناصر اللي بيتكون منها جزيء المركب. امال الصيغه الجزيئيه دي ايه يا مس؟ قال الصيغه الجزيئيه دي الصيغه بتعبر عن العدد الفعلي، يعني انا لما اقول لك البنزين C6H6 معناه ايه؟ معناه ان الكربون اللي فيه الصيغه بتاعته تحتها 6 والهيدروجين تحتها 6، يعني النسبه الذرات الفعليه المكونه لجزيء من هذا المركب 6 ذرات كربون مرتبطين ب6 ذرات هيدروجين، ده العدد الفعلي، يبقى دي اسمها صيغه جزيئيه. طب انا لو حبيت ابسطها اخليها ابسط نسبه عدديه، هقسم على معامل يقبل القسمه الاثنين يقبلوا القسمه عليه. مين المعامل اللي يقبلوا القسمه الاثنين عليه؟ السته. انا بجرب الاول واحد من الرقمين، طب هو رقم واحد اللي هو 6، طب ما تقسم 6 على 6 هتديك الصيغه الاوليه بتاعه البنزين CH بس. تمام؟ طيب مضاعفات الصيغه الاوليه هي بتديني الصيغه الجزيئيه، الكلام ده هنعرفه بالتفصيل اللي هو موضوع الصيغه الجزيئيه في الحصه القادمه ان شاء الله مع مستر مينا، بس خلينا نركز النهارده على الصيغه الاوليه وازاي احسب الصيغه الاوليه، لان ده الاساس بتاع الحسابات اللي جايه ان شاء الله. يبقى المس قالت انا عندي في الصيغ الكيميائيه، احنا هندرس في الصف الاول نوعين من الصيغ الكيميائيه. ايه هي الصيغه الكيميائيه اللي هندرسها حبايبي؟ حاجه اسمها الصيغه الاوليه وحاجه اسمها الصيغه الجزيئيه. طيب الصيغه الاوليه يعني ايه؟
قال لي أبسط نسبة عددية من ذرات العناصر اللي بيتكون منها الجزيء المركب. لو أنا قلت لك إن أنا عندي مركب صيغته الجزيئية C2H4O2، طيب ده لو حبيت تجيب، لو حبيت نجيب منه صيغة أولية، إيه المعامل اللي هنقسمها عليه؟ برافو، هنقسم على الاثنين، هيبقى CH2O، مش كده؟ يعني قسمت على الاثنين، أنا قلت إيه؟ C2H4O2، هنقسم المعامل اللي قبل الاسم عليه الثلاث أرقام هو الاثنين. طيب الصيغة دي صيغة جزيئية، لما بسطتها وخليتها أبسط نسبة عددية ادتني الصيغة أولية، ادتني يا ولادي صيغة أولية، يبقى الصيغة الأولية أبسط نسبة عددية للعناصر اللي بيتكون منها جزيء المركب، للعناصر التي يتكون منها جزيء إيه؟ المركب. طب بتضرب الصيغة الأولية في رقم اللي هي إيه؟ عدد مرات التكرار عشان تديك الصيغة الجزيئية، مش أنا قسمتها على الاثنين الصيغة اللي هي C2H4O2، قلت لك اقسمها على الاثنين تديك الصيغة الأولية؟ تمام. طب لو أنا حبيت أحولها من صيغة أولية لصيغة جزيئية بعمل إيه؟ قال لي بضربها في اثنين، تمام؟ تديك المضاعفات بتاعة الصيغة الأولية اللي هي هتمثل الصيغة الجزيئية، اللي هتمثل الصيغة إيه يا ولادي؟ الجزيئية. يبقى الصيغة الأولية أبسط نسبة عددية بين ذرات العناصر اللي بيتكون منها جزيء المركب. طب أنا لو قلت لك مركب صيغته C3H6O3، ما الصيغة الأولية لهذا المركب؟ هنقسم على كام؟ برافو، أقسم على الثلاثة هتبقى إيه؟ CH2O، تمام. طيب لو الصيغة C6H12O6 اللي هي صيغة الجلوكوز، الجلوكوز أنت خدت الجلوكوز وعارفه في الأحياء C6H12O6، عايز أجيب له صيغة أولية يا ولادي، أقسم على كام؟ أقسم على الستة، برافو. طب هتبقى الصيغة إيه؟ CH2O، يعني قد يشترك أكثر من مركب في نفس الصيغة الأولية، ما أنت لسه يا مس قلتي لي C2H4O2 هقسمها على الاثنين هتدينا CH2O، تمام؟ و C6H12O6 هتقسمها على 6 هتديني نفس الصيغة الأولية اللي أنت لسه قايلها اللي هي CH2O، يعني ممكن كده في مركبات كتير تشترك في الصيغة الأولية، تمام؟ أصلها أبسط نسبة عددية ولها مضاعفات عشان تديك الصيغة الجزيئية. طيب قد تكون الصيغة الأولية هي نفسها الصيغة الجزيئية لو كان المضاعفات بتاعتها واحد، لو كان لو أنت هتضربها في رقم واحد، يعني الـ CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون دي تمثل نسبة الكربون إلى الأكسجين 1:2، دي أبسط نسبة عددية وهي نفسها الصيغة الجزيئية بتاعت مين يا أولاد؟ بتاعت ثاني أكسيد الكربون، يبقى ممكن الصيغة الأولية تكون هي نفسها صيغة جزيئية، بس مش في كل الأحوال، يعني مش في كل الحالات الصيغة الأولية هي صيغة جزيئية، الصيغة الأولية أبسط نسبة عددية من ذرات العناصر اللي بيتكون منها جزيء المركب. إزاي بقى أحسب الصيغة الكيميائية؟ تعالوا نبص على الملاحظات الهامة لما تيجي تحسب الصيغة الأولية. الصيغة الأولية لا تعبر عن التركيب الحقيقي للمركب، تمام؟ أصلها أبسط نسبة يا مس. طيب قد تشترك عدة مركبات في الصيغة الأولية، لسه قايلة لك أنا الكلام ده دلوقتي حالا وقسمنا وعرفنا إن ممكن أكتر من مركب يشتركوا في الصيغة الأولية. الصيغة الجزيئية قد تساوي الصيغة الأولية أو مضاعفاتها، عشان كده ما أقدرش أحكم على مركب من خلال صيغته الأولية، تمام؟ يبقى ملاحظات هامة على حساب الصيغة الكيميائية، بنقول الصيغة الأولية لا تعبر عن التركيب الحقيقي للمركب، ممكن أكتر من مركب يشتركوا في صيغة أولية، والصيغة الجزيئية قد تساوي الصيغة الأولية أو مضاعفاتها. لا يمكن الحكم على مركب من خلال صيغته الأولية، لأنها في حالات كتير لا تعبر عن التركيب الحقيقي للمركب. تعالوا نعرف خطوات حساب الصيغة الأولية. أول حاجة بحدد نوع العنصر، يعني يقول لي إيه؟ يقول لي مثلا كربون وايه ومركب يتكون من الكربون والهيدروجين. انت الكربون يعني سي، هتروح كاتب سي، والهيدروجين هتكتب اتش. طيب تاني خطوه
نحسب عدد مولات كل عنصر. هو بيديني كتلة العنصر مثلا، وأنا عارفة الكتلة المولية للعنصر، هو بيديها لي برضو بين قوسين كده. يبقى أنا هجيب أول خطوة تحسبها بالنسبة لأي عنصر إن أنت تجيب عدد مولاته. عدد مولاته تعمل إيه؟ تقسم كتلة العنصر على الكتلة المولية. هنشوف الخطوات دي إحنا بندرسها وهنشوفها دلوقتي بمثال حي. طيب يا حبيبي، يبقى تاني خطوة بعد ما حددت أنواع العناصر المكونة للمركب، هبتدي أحسب عدد مولات كل عنصر من قسمة كتلة العنصر على الكتلة المولية للعنصر. نحسب نسبة المولات بالقسمة على أصغر عدد مولات. طيب أنا جبت عدد المولات هنا وعدد المولات هنا، نقسم على الرقمين اللي عندي في عدد المولات اللي طلعوا الناتج ده، تقسمهم على أصغر رقم فيهم. ليه؟ عشان أجيب أبسط نسبة عددية، عشان واحد فيهم يبقى واحد إلى التاني الرقم التاني بقى، مش كده؟ يبقى هنقسم العددين اللي هي عدد المولات لكلا العناصر اللي موجودة عندي، هقسمها على أصغر رقم في عدد المولات عشان أجيب أبسط نسبة. عشان أجيب أبسط إيه؟ يبقى ثلاث خطوات بس يا ولاد. بنحسب الصيغة الأولية بثلاث خطوات، بحدد نوع العنصر، بكتب عدد المولات أحسبها إزاي، بقسم كتلة العنصر اللي أنا مديها لك في المسألة على الكتلة المولية. ثالث خطوة تجيب نسبة عدد المولات. يعني إيه نسبة عدد المولات؟ يعني هتقسم عدد المولات لكل عنصر على أصغر رقم في المولات اللي موجودة عندك، فيديك نسبة عدد المولات. طيب يبقى كده أنت حسبت الصيغة الأولية. طب ادينا مثال يا مس. بيقول اوجد الصيغه الاوليه لاكسيد المغنيسيوم. الناتج من تفاعل 24 جرام مغنيسيوم مع 16 جرام من الاكسجين، اذا علمت ان المغنيسيوم كتلته الذريه 24 والاكسجين كتلته الذريه 16. طيب يلا مع بعض، مين العناصر اللي احنا هنكتبها يا حبايبي؟ مين عناصر؟ مغنيسيوم واكسجين. يبقى انا كده حددت نوع العناصر اللي داخلين في الصيغه دي، مغنيسيوم واكسجين. تمام، الله ينور عليك. بعد كده بنعمل ايه؟ اللي بجيب عدد مولات الاكسجين. ازاي؟ اللي بقسم الكتله اللي هو مديني في المساله على الكتله الذريه. الكتله الذريه للايه؟ هو مديني 16 جرام في المساله وكتله ذريه 16. عشان احسب عدد المولات بقسم كتله الماده على كتله المول، طلع 1 مول. طيب في الجانب الاخر المغنيسيوم عايز احسب عدد المولات. طيب انت مدياني كام للمغنيسيوم؟ 24، وقدرا اهي كمان الكتله الذريه بتاعت 24. يبقى عدد مولات المغنيسيوم مدياني يا مس حسابات بسيطه جدا اهي، قسمت الكتله الذريه كتله العنصر على الكتله الذريه بتاعته اداني هنا 1 مول، وكتله المغنيسيوم هنا قسمت كتلته الموجوده في المساله على الكتله الذريه اداني 1 مول. طيب نسبه المولات المس قالت اقسم على ابسط رقم فيهم واصغر رقم فيهم، هما الاثنين 1 يا مس. طيب هقسم 1 على 1 هنا، يبقى عدد المولات 1، وهنا نسبه عدد المولات 1 على 1 برضه بتبقى 1. يبقى المغنيسيوم هيبقى ام جي 1، الواحد ما بيتكتبش، والاكسجين او، والواحد ما بيتكتبش. هتبقى الصيغه الاوليه لأكسيد المغنيسيوم MgO. بيقول أوجد الصيغة الأولية لمركب يتكون من 12 من 100 جرام كربون و2 من 100 جرام هيدروجين. لما تيجي نحدد العناصر مين ومين؟ مين ومين العناصر اللي معايا؟ كربون وهيدروجين، تمام. طيب أول حاجة بعملها بعمل إيه؟ اللي بجيب عدد المولات. طب بنجيبها إزاي؟ بقسم كتلة المادة الكتله الذريه بتاعتها، كتله العنصر على الكتله الذريه بتاعته 12 من 100 على 12 طلعت 1 من 100 مول. على الجانب الاخر الهيدروجين نحسب عدد المولات. نحسب عدد المولات ازاي يا مس؟ بقسم الكتله على كتله ذره الهيدروجين طلعت 2 من 100. طيب ثالث خطوه نسبه عدد المولات بنعملها ازاي؟ بقسم على اصغر رقم فيهم. مين اصغر رقم في عدد المولات في الجنبين يا اولادي؟ 1 من 100. يبقى انا هقسم عدد مولات، هجيب نسبه عدد المولات بقسمه الواحد من 100 من الكربون على 1 من 100، تطلع عدد مولات الكربون 1، ونسبه المولات للهيدروجين 2 من 100 على الواحد من 100 تطلع 2. يبقى الصيغه الاوليه تبقى ايه يا ولادي؟ CH2، تمام. الله ينور.
بيقول اوجد الصيغة الأولية لمركب يتكون من 12.4 × 10³ ذر كربون و4 جرام هيدروجين. طيب احنا مش اتفقنا يا ولادي ان انا عدد المولات انا ممكن اجيبها، ممكن اجيبها بايه؟ بقسمة عدد الذرات على عدد افوجادرو، ممكن اجيبها بقسمة كتلة المادة على الكتلة المولية، ممكن اجيبها بقسمة حجم الغاز على 22.4 حجم الغاز باللتر على 22.4. مش دي كلها عدد مولات؟ والمستر مينا كتب لنا قبل كده القانون المجمع اللي بنزل منه الحاجات اللي انا بتعامل معاها. يعني ايه؟ يعني عدد المولات على واحد بيساوي كتلة المادة على كتلة المول، بيساوي عدد الذرات او عدد الجزيئات على عدد افوجادرو، بيساوي حجم الغاز على 22.4 لتر. تمام؟ طيب يبقى ما انا ما عنديش مشكلة ان انا احسب عدد المولات باي طريقة فيهم. تمام يا ولادي؟ طيب تعالوا نشوف. احنا بنقول انا بحسب الصيغة الاولية في ثلاث خطوات. اول خطوة بحدد العناصر. مين العناصر المكونة للمركب ده يا ولاد؟ قال لي كربون وهيدروجين، اكتب لي كربون واكتب لي هيدروجين. تمام. هات لي بقى اول حاجه بنحسبها، بحسب يا ولاد عدد المولات. عدد المولات بحسبها من ايه؟ خلي بالك ان الكربون انا حاطه لك في صوره ذرات، هتبقى عدد الذرات لازم تقسمها على ايه؟ على عدد افوجادرو. تمام يا ولاد، برافو عليكم. يبقى انا لازم اقسم عدد الذرات على عدد افوجادرو عشان اطلع عدد المولات. يعني مش كل مره يا مس احنا بنقسم كتله الماده على كتله الذره، الكتله اللي موجوده على كتله على الكتله الذريه. لا مش كل مره. ليه؟ لان عدد المولات انت ممكن تجيبها من اكتر من طريق. ممكن تجيبها بدلاله عدد الذرات على عدد افوجادرو، ممكن تجيبها بدلاله حجم الغاز على 22.4، ممكن تجيبها بدلاله كتله الماده على الكتله الموليه. وهنا في المثال ده احنا مدينك عدد ذرات، انت اتصرف بقى، اتصرف حول عدد الذرات دي لعدد مولات. ازاي؟ اقسمها على عدد افوجادرو. يبقى عدد مولات الكربون هقسم عدد ذرات الكربون على عدد افوجادرو. طلعت كام مول؟ طلعت 2 مول. تعالوا نجيب الناحيه الثانيه، الجانب الاخر من الهيدروجين، نجيب عدد مولات الهيدروجين. بس المره دي يا مس الهيدروجين هو مديني جرامات. طيب يبقى انا هجيب له عدد المولات بقسمة الكتله على الكتله الذريه للهيدروجين اللي هي الواحد، هيدينا 4 مول. باقي خطوه كلنا عارفينها، ايه يا حبايبي؟ نسبه عدد المولات بنعملها ازاي يا مس؟ بقسم على اصغر رقم في الاثنين. مين اصغر رقم؟ قال لي الاثنين. يلا نقسم بقى، نجيب نسبه عدد المولات للكربون، هقسم 2 على الاثنين. تمام، تدينا 1 مول. طيب نسبة المولات للهيدروجين 4 على 2 دينا 2 مول. بعد كده الصيغة الأولية إيه يا ولاد؟ CH2. برافو. تمام. فكر واستنتج بقى، يعني إحنا جينا للإيه؟ إن إحنا إزاي نفكر مع بعض ونستنتج ونحل المسائل بتاعتنا. بيقول أي المركبات الآتية يكون النسبة المئوية الكتلية للهيدروجين أكبر ما يمكن. في الاختيارات قال لي H2SO4 ولا H2S ولا HCl ولا H2O. طيب النسبة المئوية الكتلية للهيدروجين، علشان أجيب النسبة المئوية الكتلية للهيدروجين إحنا بنحسب الكتلة الهيدروجين، هنا هيبقى 2 على كتلة المركب ده اللي هو 98، 2 على 98 ضرب ال 100. تمام؟ وهنا هقسم ل 2 على 32. تمام؟ وهنا هقسم 1 على 35.5. وهنا هقسم 2 على 18. يا ترى انهي نسبة اللي هتكون صح؟ 2 على 18 ولا 1 على 35.5 ولا 2 على 32 ولا 2 على 98؟ أكيد 2 على 18. تمام؟ يبقى النسبة المئوية للهيدروجين أكبر ما يمكن في المية.
اكتر من دول كلهم. طبعا لو انا حسبت كلهم، بس انا مش عايزاك ترهق نفسك بان انت تضيع وقت في حل المساله. احنا بنعتمد برضو في بعض الاسئله على القدرات الذهنيه، القدرات الذهنيه ان انت تحل بمنتهى السهوله كده المساله، ما تاخدش منك دقيقه او دقيقتين بالكتير، علشان ايه؟ يعني نوفر الوقت، بقيه الوقت بتاعها لحاجه تستاهل. انما يعني انا مش هتعامل بالورقه والقلم في كل الايه، في كل الامثله. لازم برضو يبقى عندك شويه من القدرات الذهنيه اللي بتحل بيها بعض المسائل ناتج من التفكير من غير حساب. يعني انا قلت ايه؟ انا فكرت ازاي؟ انا ممكن احسب دلوقتي 2 على 98 وضرب 100 واجيب نسبتها، و2 على 32 ضرب 100 واجيب نسبتها، و1 على 35 ونص واجيب نسبتها. الله، طب ما 2 على 18، 2 بالنسبه لل 18 نسبه كبيره اكتر من اللي فوق دول كلهم، فانا اخترت الميه وطلعت صح. تمام، يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. النسبة المئوية لماء التبلور في كربونات الصوديوم المتهدرتة. طيب كربونات الصوديوم المتهدرتة يا ولادي لازم احسب الكتلة المولية بتاعتها. الخطوات يلا احسبوا بقى مع احسبوا معانا. نحسب ازاي الكتلة المولية لكربونات الصوديوم المتبلرة او المتهدرتة؟ بحسب الكتلة المولية 2 في 23 للصوديوم، ها، زائد 12 زائد 3 في 16 زائد 20 في 1 زائد 10 في 16، هتطلع 286. يبقى الكتلة المولية لمين؟ لكربونات الصوديوم 286. طيب انت عايزة نسبة المية اللي هي 180، اللي هي 10 في 18 دي 180 على 286، يا ترى تطلع كام؟ تعالوا نجرب كده، جرب وقول لي. يلا نجرب واحسبها. اقسم 180 اللي هي كتلة المية على 286 وشوف لي النسبة، هتطلع 25 35؟ لا يا مس، تطلع كام؟ 14 52 62 و93 من 100. طب دي أنا كان ممكن أحلها برضو بالقدرات الذهنية من غير ما أحسب. تمام؟ ليه؟ لأن 180 على 286، الرقم 180 على 286 دي يعني إيه؟ يعني رقم أكتر من نص. تمام؟ يعني مش ممكن تطلع 25، مش ممكن تطلع 14، مش ممكن تطلع 7. يبقى الاختيار الوحيد اللي هو 62 و93 ده هو الاختيار القابل لانه يكون صحيح. يعني ده لو انا هحسب النسبه ده اللي لازم يطلع صح. ليه؟ لان انت بتقسم 180 على 286. تمام؟ النسبة المئوية الكتلية للأكسجين في 1 مول من الماء. 1 مول من الماء. طيب الماء يعني H2O، صح يا حبيبي؟ طيب نسبة الأكسجين إلى الهيدروجين. طيب ده الأكسجين ب16، هتقسم الـ16 على 18. 16 على 18، اختاروا بقى. نختار كده رقم 16 على 18، دول قريبين قوي من بعض مش كده؟ طيب يا ترى النسبة المئوية انت بقى انت هتحلها بالحساب، يعني انت لازم هتكتب 16 على 18 ضرب 100، هتطلع النسبة المئوية كام يا ولادي؟ ها، هتطلع 88.89%، دي النسبة المئوية الكتلية للأكسجين في الماء. أي من هذه المركبات تكون النسبة المئوية الكتلية للكربون فيه هي الأكبر؟ سؤال، نشوف المركبات نختار منها. يلا حبايبي، النسبة، أي من هذه المركبات تكون النسبة المئوية الكتلية للكربون فيها هي الأكبر؟ يا ترى C2H4. طب ما C2H4 بحسبها إزاي؟ يلا احسب معايا. الكربون ب 12، تمام؟ 2 في 12 ب 24 زائد 4 يبقوا 28، يبقى أنت هتقسم 24 على 28، وهنا هتقسم 24 على هنا 24 على 26، وهنا هتقسم 3 في 12 ب 36، 36 على 44. طب يا ترى انهي نسبة في دول هي الأكبر؟ هل C2H4 ولا C2H2 ولا C3H4؟
H8 ولا C4H10، هتطلع C2H2 بالحساب لما تحسب كتلة الكربون على الكتلة على الكتلة المولية للمركب ضرب 100، تديك النسبة المئوية للكربون. تمام يا ولادي؟ إذا كانت الصيغة الأولية للمركب CH2 والكتلة المولية الجزيئية 42، فإن الصيغة الجزيئية لهذا المركب تكون، أول مرة الجاية إن شاء الله هناخد بالتفصيل الكلام ده، بس إحنا هنحل مع بعض السؤال ده، بس هتتدرب عليه أكتر إن شاء الله مع مستر مينا الحصة الجاية. إذا كانت الصيغة الأولية للمركب CH2 والكتلة المولية الجزيئية 42، طب ما أنا لازم أعرف كتلة الـ CH2 دي قد إيه؟ قال لي بحسب الـ C بـ 12 والـ H بـ 1 في 2 يبقى 14. طب الـ 42 اللي هو كتلة الجزيء ده متكرر فيها الـ 14 دي كم مرة؟ هتقسم لي الـ 42 قسمة على الـ 14 هيديك 3. يبقى المفروض الثلاثة دي تتضرب، يعني الـ CH2 دي مضاعفاتها 3، تمام؟ اضربها في 3 كده تديك ايه؟ C3H6. تعالوا نشوف كده السؤال مع بعض. بنقول إذا كانت الصيغة الأولية للمركب CH2 والكتلة المولية 42، إزاي أجيب الكتلة الجزيئية لهذا المركب؟ الميس قالت هضرب في 3، اضرب في 3 تبقى C3H6. يقول عند اتحاد 36 جرام من المغنيسيوم مع 14 جرام من النيتروجين بيتكون مركب صيغته. يلا حبايب اشتغل انت بقى، يلا ارسم الصفحة 2 واكتب حدد العناصر مغنيسيوم ونيتروجين، ام لجي ناحية اليسار وان ناحية اليمين. تمام، اول حاجة بنعملها بنجيب عدد المولات، قاسم ايه؟ ال 36 على ال 24 واقسم ال 14 على ال 14. تمام، هيدينا ايه؟ هيدينا هيدينا مركب صيغته هنا 1.5 وهنا 1. تمام، نسبة عدد المولات ما ينفعش يمس 1.5 الواحد، امال هتعملي ايه؟ قال لي انا هضرب في 2 عشان اخلي النسبة صحيحة، هتبقى ام جي 3N2. أقول كده تاني، أنا بحسب الإيه؟ بحسب الصيغة الأولية في 3 خطوات يا حبايبي. بحدد العناصر اللي مكونين للمركب مغنيسيوم ونيتروجين. باجي أعمل إيه؟ بجيب أول خطوة عدد المولات، هقسم الـ 36 بتوع المغنيسيوم على الـ 24 إداني 1.5، هقسم الـ 14 بتوع النيتروجين على الـ 14 إداني 1، بقت النسبة 1.5 لواحد. قال لي ما ينفعش، امال هتعملي ايه؟ قال لي ما ينفعش في نص ذره، امال هنعمل ايه؟ قال لي خليها نسبه عدديه صحيحه، لازم تبقى نسبه عدديه صحيحه، يعني انا هضرب النسبتين اللي عندي في 2، هتبقى بتاعه النيتروجين 2 وبتاعه المغنيسيوم 3، يبقى المركب اللي المغنيسيوم فيه تحته 3 ام جي 3 ان 2 نتريد المغنيسيوم. ما الصيغه الاوليه للمركب الذي صيغته الجزيئيه C6H3NO3 by 3؟ طيب علشان اجيب الصيغه الاوليه لازم احط اضرب الثلاثه دي جوه الاول، هيبقى C6H3 ها N3 O9. طيب ايه الرقم اللي قابلين الاسم عليه؟ يلا تعالى شوف كده الاختيارات، ايه الرقم اللي قابل الاسم عليه؟ شوف كده، قسمنا على كام؟ قسمنا على الثلاثه. طب لما اقسم على الثلاثة، السي 6 على الثلاثة تبقى 2، والاتش 3 على الثلاثة فيها 1، والان 3 على الثلاثة فيها 1، الاو 9 على الثلاثة فيها 3، يبقى دي الصيغة الأولية للمركب اللي صيغته جزيئية كده. أي من المركبات الآتية تكون الكتلة الجرامية صيغته الأولية هي الأكبر؟ أي من المركبات الآتية الكتلة الجرامية صيغته الأولية هي الأكبر؟ يبقى أنا لازم أحوله لصيغة أولية، صح؟ طيب هقسم الصيغة دي على كام؟ برافو، على 6، هتبقى CH. طيب دي لما تيجي تتقسم هتقسمها على كام عشان تجيب صيغته الأولية؟ ب 4 و10 يمس، مش هتنفع تتقسم. تمام؟ هتتقسم على الاثنين هتبقى C2H5، صح؟ يبقى دي مش أنا أقصد مش هتنفع تتقسم على أصغر رقم فيهم اللي هو على 4، بس الاثنين قابلين الاسم على الاثنين
هتبقى C2H5 تمام؟ طيب ما دي أكبر صيغة أولية، ليه؟ لأن اللي تحت أنا هقسم على الثلاثة هتبقى CH2، ودي اللي تحتها هقسم على الاثنين هتبقى CH3، إنما C4H10 لما تتقسم على الاثنين هتبقى C2H5، يبقى دي أكبر كتلة جرامية لصيغة أولية. طيب بنتمنى إن إحنا نكون فدناكم، وكل أمنياتنا في الامتحانات الشهرية اللي أنتوا اللي بتجرى حاليا بالتوفيق في الماضي والآتي بإذن الله.